plein de choses. هادو راهم مقدامين ومازال كيرجعوا لهم هاد لا كوليكسيون ديال بيان لير اي كومبروندر. وي لي مالاد فاتيغي ديبريمي. كيف كيلا؟ إلا دي بروبليم؟ إذا تبارك الله، هادشي اللي بغيتكم حتى نتوما ديروا، ديروا فحال آدم. Michel part en vacances. Son père l'a conduit à la gare, en voiture. Michel va prendre le train. Il va passer quelques jours au bord de la mer, chez son oncle. Il est heureux de partir. Il n'a jamais vu la mer. Bon voyage, Michel. Bon voyage, lekoum, hatta ntouma. Alaj, talem lora, raha, machi ghir n'importe quel voyage, c'est un vrai voyage. Safar, twil, kihtaj safar, l'istimrariya, l'indibat, l'kifah. تعطيها وقت كل نهار تحاول تدخل فيها كما كنت كنقول لكم قبل تكون عندك اون ميرسيون يعني كنعوم فيها فوالا هكا هذه الطريقه اللي غادي تساعدك باش انك انت تتعلم وليكزومبل اللي درت لكم دابا شنو هو هذا تطبيق يعني ملي كنكون كنتعلم راه كنحاول كنتخيل اي سيتوياسيون حفظت واحد التكست ولا حفظت شي كلمه ولا تعبير كنت ما غادي ونطبقه في الطريق لقيت سيتوياسيون قدرت ندخلو في شي سيتوياسيون هو داك سي تري بيان ما قدرتش ندخلو في المكان الهدف من هاد لا سيري اللي كنبارطاجي معكم دابا مؤخرا ديال تعلم اللغه الفرنسيه واللي مازال غادي نشوفو ان شاء الله حتى اللغه الانجليزيه شنو هو هو نحاول نخلق ليك بزاف ديال لي سيبور كيف ما شاركت معكم قبل قنوات في يوتيوب وشاركت معكم قبل الكتاب ديال غرامير اون ديالوغ اليوم غادي نشارك معكم عاوتاني واحد لا كوليكسيون واعره اللي هي في واحد الكتوبه لجميع المستويات لكن المستوى ديالك مبتدئ لا غادي تبدا لكن المستوى ديالك متوسط ولكن المستوى ديالك عاوتاني بروفيسيونيل بغيتي تزيد تميتريزي اون كور متفقين هاد لا كوليكسيون عاوتاني موجوده ما تحتاج لا تامبريمي لا حتى شي حاجه ان شاء الله غادي نوريك داكشي بالتفاصيل ولا عليك انت هو طبق حاول اي حاجه تعلمتيها حاول تخرجها essayez de les mettre en œuvre en pratique essayez de pratiquer d'appliquer حيت l'apprentissage راه ما كافيش غير تقرا وتصنت وتستافد وتقيد لا هادشي راه كيتنسى مع الوقت بعض المرات كتحتاج شي كلمه كنبغي نوظفها في شي سيتياسيون فري انا ما بغيتكش تكون غير كتاخذ وصافي غير كتكونسومي تعلم مزيان تعرف تقرا تعلم هذه ولكن تحاول حتى تهضر عاوتاني والهضره تقدر تكون تحفظ تقدر تكون كتكومونيكي فريمون بحال ليكزومبل ديال المره اللي فاتت درت معكم ديالوغ ديالوغ الاول اللي هو في السيتي في حي جامعي ناضى سيدي واحد الوليد وشنو دار مشى تيرا غير صفحه انا قلت لكم تيروا الكتاب كامل بمعنى تمشي تامبريمي وتخرجوا ويبقى عندك بداك الشكل الا ما قديتيش مثلا حيت كاين الناس اللي قالوا لهم صحاب المكتبه اللي راه غادي نطبعوا لك بقد وقد جاهم غالي شوف حتى شي حاجه ما غاديش منعك غادي تمشي تطبع غير ورقه واحده صفحه واحده ولا جوج طبعها ب 10 ريال ولا درهم ونحفظها نوريكم واحد ليكزامبل ديال ادم شنو دار ادم مشى خدا الدرس الاول وطبعوا وحفظوا نشوفوا ادم بونجور است بنوا هنا نو ني با لا هي على الفيرمري جو كرو ا بون الي مالاد وي الي مالاد فاتيغي ديبريمي كيف كيلا الا دي بروبليم ا دي بروبليم افيك لي فام الي الوغ الي امورو وحتى الدرس الثاني ديال الكافيتيريا او لا لا جو سوي فاتيغي جو ترو دو ترافاي Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas des cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons des examens. Et donc, tabarak Allah, هادشي اللي بغيتكم حتى نتوما ديروا، ديروا فحال ادم الله يرضي عليكم، حيت هكا باش غادي تتعلم. لا كومونيكاسيون هي لا كلي، لا كومونيكاسيون هي براتيك خاصك تحفظ. والحفاظه راه حتى هي مهمه عندك يقول لك شي واحد لا لا الحفاظه راه غير المكلخين هما اللي تيحفظوا ولا شي حاجه لا راه هما متكاملين عندك تحفظ تفهم تقرا تهضر هادو كاملين غادي يمكنوك في الاخير باش يكون عندك واحد التعلم شامل ان ابرونتيساج انتغرال اي كومبليمونتير متفقين واللغه ديالنا حنا نيت واش حنا ما تنحفظوش راه حتى ملي كتلاقى مع شي واحد في الطريق السلام عليكم كيداير اخويا لاباس بخير صحه مزيان كلشي بخير هانيه ايوا الحمد لله كلشي بخير لاباس الله يحفظك كلشي مزيان كلشي بخير انت كلشي بخير كلشي بخير كلشي بخير كتقولها وتعاودها وتعاودها حفظتيها وليتي كتستعملها وقول شي كلمه واحده اخرى عاوتاني كتبقى تعاود نفس الهضره يعني ماشي يكون في علمكم تبقى تقول لا ما نحفظش ما نديرش لا خاصك تحفظ
بعد مرة تقع الحاجة وخا لا ما قدرتيش تفهمها وقدرتي أنك تحفظها غير حفظها حفظها وبقى تعاودها وتعاودها وتعاودها من بعد قلب على الفهمة ماشي أنت ما تدير والو تسنى كل شيء يجي في مرة واحدة بغيتي تحفظ وتفهم وتدير كل شيء في مرة واحدة غادي يجي لا حفظ بعدا ولا فهم ولا طبق ولا هدر هو الدير أهم حاجة هو أنك تدير واخا ما يكونش عندك النطق مزيان تقدر تكون شاد لي فوكابيلير بزاف وكتعرف تهدر ولكن النطق ما عندكش مزيان ما تسوق حتى شي واحد المهم هو تهدر النطق مع المدة غادي تحسن لك نفس الشيء إذا كان عندك مثلا النطق مزيان ولكن ما عندكش الفوكابيلير بزاف ما عندكش بزاف التعابير اللي تقدر تستعمل باش أنك تقدر تهدر في مواقف مختلفة حتى هي غادي نبقى نهدر والكتاب ديال اليوم ما غاديش تحتاج تامبريمي إلا مشيتي غير عند من المكتبة وسولتي قلتي لي أخويا واش عندك لا كوليكسيون ديال بيان ليغ إي كومبخوندغ وري غير لا كوفيرتور ديال الكتاب ولا التصويرة الجوا ديالو راه غادي تلقاه لعندو هذا راه قديم ولاو كيرجعوا ليه الناس دابا كيرجعوا ليه الناس علاش حيت الطرق اللي فيه واعرين بزاف وكيبازيو بنادم من غير هادشي اللي كاين اليوم ديال لي فيديو في يوتيوب بلان شوز هادو راهم قدامين ومازال كيرجعوا ليه بهاد لا كوليكسيون ديال بيان ليغ اي كومبروند فحتى الا كنتي هابط كاع مع الشارع الا كنتي مازال دابا كتقرا ولا شي بلاصه مروجه شويه اللي تبيعوا فيها الكتب غادي تلقاهم تشوف غير هكا في الارض ديال بالك انت المستوى ديالك كيف داير إذا كنتي باقي لا غادي تبدا في اللغه الفرنسيه حيت كاين اللي مازال عنده مشكل في النطق يعني في لا ليكتور غير باش يقرا كلمه مزيانه ما عندوش لي فوكابولير غادي ننصحك انك تاخذ الاول هذا خذ هذا ديال ميكي جوليمينا وغادي بازيك مزيان ومازال غادي نوريك دابا من بعد كيفاش غادي تقرا فيه حيت كاين دي فيديو حتى في يوتيوب الا بغيتي تبقى تتبع معاهم راه مديرين هذا الكتاب ولي تيكست كاملين تيقراوهم دونك غادي تقرا ولا ما قريتيش مزيان غادي تتبع معاهم في دوك لي فيديو وابخي ان شاء الله مع المده غادي تلقى راسك حتى انت وليتي كتنطق مزيان وغادي تاخذ مصطلحات جداد باش من بعد دوز للكتاب الثاني بالنسبه لك المستوى ديالك متوسط غادي تاخذ هذا ولا كان النيفو ديالك اكثر من متوسط غادي تاخذ هذا ويستحسن انك تاخذ هذا وهذا واخا تكون كاع زيد شويه مزيان الانسان باش يعاود يميتريزي لي شوز ديالو احسن حتى انا نيت كنرجعت ليه في 2019 عاود رجعت لهذا ورجعت لهذا ما كاينش مشكل ماشي عيب اصاحبي تقدر ترجع للكتابه ديال الابتدائي ديال الثالث ديال الرابع ديال الخامس ديال السادس ما كاينش المشكل المشكل هو انك تبقى في نفس لو بوين ديالك وهذاك الاخر غادي يرجع للور وغادي يفوتك وبقى انت واقف في هذيك النقطه اللي كنتي فيها والكتاب ما تبقاش تفكر بزاف خاصك تحافظ عليه هذه لا خاصو يتمرمد ما كاينش المشكل يتوسخ يتقطع ما كاين حتى شي اشكال ها هو هذا ما بقاش اللي يحتاج الجوا ديالو ما كاينش ها هو شفتو كي ولا شوفوا هذا عاوتاني الكتاب شنو غتخليه شوف شحال من كتاب عندك انت تلقى راسك جامعهم في المجر وما قريتي فيهم ما والو باقي مخليهم هكا نيو جداد باقي تيبريو اشنو رجعتيهم هما عريسات حطهم تماك كتاب خاصو يتمرمد يتوسخ كيف ما انت خاصك تمرمد وتوسخ وتعرق باش ربي ان شاء الله يجيب لك التيسير غير كافح ربي ما تيخيبش الثمن ديال هاد الكتبه راه معروف راه تيكون مكتوب فيهم في الاول ديالهم يعني كاتبينهم غير بالقلم ماشي خارج معاه غير بالقلم 25 درهم 30 درهم ماكسيموم 25 درهم تقريبا هذا هو باش كيبيعوا لا بليبا غير شي واحد الا زاد عليك شويه وصافي متفقين يعني الا بغيتي تاخذ الاول غادي تاخذ ب 25 درهم الثاني ب 25 درهم والثالث ب 25 درهم هي 75 درهم خذ انت غير بواحد 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 ولا عرفتي شنو حتى الا ما كانت عندك هذيك 25 درهم سير تيري غير ورقه واحده بدرهم ورقه واحده في السبير غادي يخرجها لك كبيره قد هكا خرجها كبيره انت كاع مزيانه وهذه تقدر تعلقها حتى في الدار علقها في البيت ديالك في الباب الا كانت عندك شي طابلو في الدار في اي بلاصه وتبقى ديما تدوز من حداها وتقراها تحفظها دابا هذا تانتكس تقدر دير انت فحال ادم وتحفظ ميشيل بار اون فاكونس سون بير لا كوندوي ا لا غار اون فواتور الكلمات اللي ما فهمتيهم شد ستيلو وسطر عليهم قلب عليهم في الديكسيونير راه عندك التليفون ولا شريه من برا وبقى تحفظ انت غادي تبدا تحفظ كلمات وابخي هاد الكلمات غادي تعرف توظفهم في دي زيكسبرسيون وانت غادي وهذا هو البروسيس ديال تعلم اللغه وفي الانترنت راه كاينين الا قلبتي الا كنت انت كترتاح في لا ليكتور نيميريك كيعجبك تقرا غير في التليفون وفي البيسي ديالك ماشي في الوراق كل واحد وكيفاش طريقته غادي تلقاهم تيليشارجيهم وبقى تكتب على برا ولا قرا غير فحال هكا فيربالمون سون بوزوان دو ستيلو ولا شي بابي ولا نيمبورت حتى هادي مزيان المهم هو انك تقرا هذا هو الهدف دابا غادي ندوزو باش نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي تخدم بهم لا ميثود يلا اول مره غادي تبدا هذا هو الكتاب اللي غادي يخدم لك اللي فيه الحروف وفيه حتى طريقه النطق اي كلمه مع بيان ليغ اي كومبروندغ كتاب سهل وبسيط ويمكن ان اتعلم الدرس الاول نشوفوا دابا الدرس الاول غادي يخدم معك لا لتر اي
Mina, jolie Mina. ميكي هو القط، القط اسمه ميكي، وهذه الطفلة اسمها مينا. وغادي يعلمك كيفاش تنطق، يعني كاع الحروف لي فويال اي حاجه ما غاديش تلقى فيها المشكلة ان شاء الله. وبطبيعه الحال غادي يوريك حتى بعض المصطلحات غادي تتعلمها معاهم، مصطلحات الاولين اللي تقدر تحتاج حرف ديال او اي اي او، وهنا غادي يشارك معك بعض المصطلحات اللي تخصك تحفظهم ان شاء الله باش انت تعمر الخنيشه ديالك، يولي عندك كلمات وتولي تعرف. طب كلمات ليمو اوتين، كلمات في الاعلى، اي اي لا دو لو كيلو اون اوليف. عند الدروس بزاف، هذا غير الدرس الاول، راه كاينين كاملين يعني الصفحات كاع اللي تحتاج تلقى عندهم. الا ما عجبتكش طريقه النطق ديالو راه غادي تلقى بزاف الناس اللي كيخدموا في هذا الكتاب، راه ماشي غير هو اللي كاين، ولا كتبتي بيان لير اي كومبروندر في هاد لافار غادي يطلعوا لك بزاف ديال لي فيديو بقى انت تستافد منهم بزاف السلسلات. متفقين؟ غادي نمشي معكم مباشره للدرس 20 بالنسبه للنيفو الثاني. الوراق اللونين كاع مقطعين حيت كانوا تيخدموا فيه. هنا تيكون عندك ان تاكس غادي تقراه مزيان، عندك دي باراغراف الكتابه باينه مزيان، النص مفراق. هنا الكماله ديال النص، هنا عندك لو فوكابولير، ها هما الحوايج اللي تقدر تاخذ جداد بحال لو طوا، شنو هو لو طوا، ريكونيتر لا شوميني، كتفهم شنو هو لو طوا ريكونيتر لا شوميني. لا ميزون اي كوفيرت بار ان طوا، ديسين اون ميزون افيك ان طوا اي اون ميزون افيك اون تيراس. انا كتعرف باللي لو طوا هو السقف، وانا شارحو لك مزيان الدار كتكون مغطيه من الفوق بالسقف. ريكونيتر رونا كوني بيان ريمي مي ان لا با ريكوني كار ريمي افي مي دي لونيت اون بارب اي ان شابو. شي نهار شفتي صاحبك ما عرفتيش حيت كان مدير نضادار وكاسكيطا، دونك تو لا با ريكوني تو نابا ريفي ا لو ريكونيتر. لا شوميني لا فيمي سور بار لا شوميني، لا فيمي هو الدخان، سور بار لا شوميني كيخرج من لا شوميني، هو الكانون تيقولوا ليه الكانون بالعربيه، فين تيطيبو تيديرو الفخار وهادي و تيطلع الدخان من الفوق بحال اللي كتكون حتى في الحمام كاع جو بونس. من بعد تيكس عندك لي فوكابولير، هنا عندك لي فراز، راكونت موا تو سكو تو ا فو، دي موا، رون موا، دون موا، مونتر موا، راكونت موا. هادو كتستعملهم بزاف، تقريبا ما كاينش حاجه اللي كتشابه كاين حاجه اللي ما كتشابهش، غير لو فيت باش انك تبقى تقولهم وتعاودهم هذا غادي يخلي لسانك يطلق ودماغك يولفهم. وفي الجزء الاخير لا ديرنيير بارتي لي لوكوسيون، هنا كتحاول تهضر، كتحاول توصف، تعبر على شي حاجه، تكتب ان تيكست. دون لو تيكست نيميرو 17 بوسيني ا في سون بورتري ريغارد طون كاماراد اي ديكري لو لو بورتري. لو فيت انك توصف شي حد، الاسم ديالو، لا طاي ديالو، الحوايج اللي لابس، الوجه ديالو كيف داير، شعرو كيف داير، واش هو قوي، واش صحيح ولا ما صحيحش. وهذا الدرس 21، غادي نقرا التكست، راه داكشي باين مزيان حتى لو تكست واضح تري ليزيبل. فهاد لا بارتي هنا غادي نلقى الفوكابولير، شنو هي اون فابل، شنو عاوتاني ان كوربو فانيتو سي كوا فلاتي. Après, avec l'intelligence du texte, des phrases, l'orthographe, on a atteint la conjugaison, le verbe être, l'imparfait. C'est besoin de zèv, ou fi, medda, ou aromatra. Je vais aller au vocabulaire de Tchad, ou de Tchalem Tchadarmeno, ou Tchalem la lecture, et le fait de Tchad Kranas, ou de 12, tu fais de quelques mètres de Tchad Kranas, tu fais 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 de Tchad Kranas, كل مره كتجمع شويه، كل مره كتجمع شويه. ندوز دابا للمستوى الثالث، هذا هو الوجه ديالو كما كيبان لكم، يمكن لك تاخذه انت مباشره ماشي بالضروره دوز للثاني حتى هو حسب المستوى ديالك. الا كنتي انت كتحس براسك متوسط ولا اكثر من المتوسط خذه هو مباشره. هذا كنت رجعت لي دايو غير في 2019. وكيفاش كنت كندير؟ كنقرا النص مزيان كنحفظه، وابري كندوز طبيعه الحال هنا تيكون عندي دي كيستيون كنحاول نجاوب عليهم، وهاد لي كيستيون ملي تنكون تنجاوب عليهم هما اللي كنبقى كندير فيهم لا براتيك كنهضر. ملي كتكون كتهضر كتخيل راسك السيناريو اللي تفرجتي له بحال شي فيلم، وانت غادي دير على حسابك، تقدر تقرا جوج دروس في نهار واحد، تقدر تقرا غير درس، تقدر تقرا درس في يومين ولا ثلاث ايام. بحال دابا هنا في لو 25 انا قريت هذا
يعني بالليل كامل لي وقريت عاوتاني هذا في نهاية المطاف على حسب انت شحال عندك ذا الوقت. المهم هو انك تكمل ماشي توقف، حاول تبدا في البروغرام وكمل على الهدف ديالك اللي هو باش تعلم اللغة. حتى كاع داك البروغرام الا جاب لك الملل وما بقيتش تحس براسك مرتاح فيه بدل، عندك هنايا دي فيديو، عندك كتب مختلفين. الهدف الواحد شنو هو؟ انك توصل لا لونغ، ماشي مهم الطريقة. الطريقة يمكن لك دير طريقة ديالك، يمكن لك تتبع الطريقة ديالي ولا الطريقة ديال شي حد واحد اخر. دو توت فاسون لوبجيكتيف برينسيبال هو لابرونتيساج، هو تولي تهضر بها، تولي كتعرف انك تسلك فيها راسك ماشي تبقى واقف. فوالا، يلا سي يو نيكست تايم.